معكم نائب سعودي أنيس من ولاية بجاية حزب جبهة التحرير الوطني. كأول تجربة كشاب في المجلس الشعبي الوطني في عمري 30 سنة، والله العظيم قبة البرلمان كان صحيح يعني حقيقة كان طموح من بكري. من نهار كان عندي 25 سنة بلغت السن عندي باش الحق باش نترشح، كان يعني دائما كما نقولوا لا سيبل تاعي كانت لابيان، والحمد لله بفضل كما يقولوا الشعب تاعنا وبفضل المجهودات وبفضل العائله وكاع الصحاب الحمد لله لحقنا المبتغى. السول بروماس اللي راني قادر نمدها للشعب والشباب الجزائري في 58 ولايه ماشي غير في بجايه برك، باسكو عندنا ان موندا ناسيونال سي كراني امبوسيبل نطفي التليفون، امبوسيبل نروجتي واحد، امبوسيبل قال ما نسمعش واحد، باسكو قلت لك اني موالف ديجا عندي 3 ans et demi وانا نائب رئيس مجلس الشعبي بلدي، صافي دير عندي ديجا اون بوتيت اكسبيريونس على هذا الشيء. ماشي انسان لو كان عاد انسان اللي كان يخاف من المسؤوليه ولا ماشي قادر المسؤوليه كنت نتهرب منها، نحكم بلاصتي نروح نحل البيرو تاعي كمحامي ونخدم. بصح السياسة وخدمة البلاد حاجة عندها يعني أنوتر غو، عندها ميزة خاصة. الشيء الأول اللي خلاني باش ندخل العالم السياسة بما أني جامعي ودارس حقوق أني نشوف في روحي مؤهل واجد باش نخلي نوعا ما بصمة تاعي في خدمة البلاد. ما نستناش من واحد هو يخدم لي حاجة ولا باش ندير انتقاد. انتقاد لما يكون بناء مليح، بصح لما نكونوا في الميدان سي اونكور ميو. حنا كي نكونوا في الميدان سورتو الواحد كي يكون شاب تدخل انت للحومه ولا مع اصحابك ولا صعيب الواحد باش يفهمهم، لازم تكون واحد الدرجه تاع التخمام كيف كيف وكاع. وكما قلت لك التفاؤل والتفاؤل كل شيء، التفاؤل ما لازمش الواحد يديزيسبيري ولا يقول سي بون عييت، قد ما تخدم مازال تخدم، قد ما نخدموا نسقموا مازال عندنا باش نسقموا. وراني حبرك نفوت واحد الرساله للشباب الجزائري انه لازم يكون عنده ثقه في روحه، لازم يكون عنده ثقه في نفسه باش يخوض باش يدخل في المجال السياسي. يعني الفرص متاحه للجميع، شاب ماشي شاب، مره ولا راجل، يعني الفرص متاحه للجميع بالتساوي. فقط الواحد لازم يكون عنده ثقه في نفسه ويخدم، وما لازمش يعني الواحد يقول بلي البلاد ماشي مليحه ولا ما عندناش لا شونس ولا هذيك، هذه بعيده كل البعد.